صباح الخير عليكم، صباح النور، كيدايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم فيديو جديد غادي نديكم معايا للمدينه ونخرجوا هكا شويه من الروتينات ومن الشقه ومن الدار. غادي نمشي للمدينه باش ناخذ هكا شي حويجات للبنات. غادي نمشي انا وغيتا واسراء. كما قلت لكم غادي نهبط للمدينه، راني فقت، راني جمعت الدار، ضبت السياق، الكوزينه، غسلت المعلات. المهم كيعجبني فاش نجي نلقى الدار نقيه، ماشي عاد نجي نبدا من الاول. دابا تقريبا هذه 12، كما شفتوا راني جمعت كلشي. هانتوما الكوزينه، كلشي قديتو، غسلت المعلات، صبنت، جمعت الدار. كيعجبني صراحه نمشي، الا بغيت نمشي للمدينه هكا ناخذ شي حاجه ولا نتقدى شي حاجه، كيعجبني نمشي الصباح حتى تكون الدنيا مازال خاويه. المهم اي حاجه درتها فهاد النهار غادي نشاركها معكم. خليكم تبعوا لا فيديو. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم اي حاجه غادي نديرها. غادي نمشي لواحد المحل ديال اللوازم ديال الحلوى. هذا المحل هذا راني ديجا درت لكم واحد الجوله فيه، صراحه عنده اي حاجه، اي حاجه كتخصص بالحلوى. عنده ليمون، وكيعجبني هكا واخا من زعما واخا ما نشريش، كيعجبني نجي عنده نشوف الجديد ونشوف الجديد في ليمون، حيت كما كتعرفوا دائما الليمول ديال الكيكات تيكون فيهم الجديد، وهكا تناخذ فكره على اي حاجه وصافي. صراحه عنده اثمنه مناسبه، ولكن هذاك المول اللي كنت وريتكم ديال الجرانيت، هذا الليمول هادو عنده وقيله ب 120 درهم، 100 درهم على حسب الحجم ديال المول. وهذاك المحل اللي كنت ديتكم عنده لان كلشي ب 60 درهم، عنده غير ب 60 درهم. ما عرفتش واش لا كاليتي ديال الجرانيت، واش فيه الفري وفيه المزور، ما عرفتش. المهم كما كتشوفوا انا كندير لكم جوله، راه عنده اي حاجه، اي حاجه كتعلق بالحلويات. كاين هذا المحل هذا فيه ليمول، وهذاك مستلزمات الحلوى، وهذا المحل اللي انفاس معاه عنده داكشي ديال يعني داكشي ديال اللي كيتنكل، مثلا لي كريم فريش، كاين بالعبار، كاين هاد الشعريه الباكستانيه اللي كنديروها في خشخاش، الحاله خشخاش. كاين عنده الكنافه، عنده الكريم، عنده الماسكاربون، عنده هاد لي فون ديال لي تارت. وكاين واحد المحل عاوتاني خاص بداكشي ديال عجينات السكر وداكشي ديال لي ماغنوم. كنت كنقلب على واحد المول ديال الماغنوم، كان عندي انا غير البلاستيك، كنت بغيتو ديال هكا ديال السيليكون. صراحه عنده كلشي، اي حاجه توقفوا عليها وكيجي مع كلشي، يعني شامل. يعني لو في انك مثلا تمشي للمدينه غادي تلقاي هنايا، تبغي شي حاجه تاخديها من هنا وتاخدي من هنا، هادي راه عنده كلشي. عنده اوميم طون المعنات اللي كيتقدم فيهم الحلوى، هاد الفراقات ديال الفاكهه، هاد البلاطويات. صراحه هذاك زوين، مثلا يجيو فيه لي بارفان، وهذا فوق الكوافو زوين، هاد الديكور تاع هذا زوين، والاثمنه صراحه عنده مزيانه. هادو هما اللي قلت لكم ديال لي ماغنوم اللي كنت المهم راني ديجا مشاركه معكم الماغنوم والبوب كيك. كنت بغيت هذا، صراحه جاني شويه غالي ب 50 درهم، فيها غير ربعه. انا كنت شت 12 ب 120 درهم وقيله. يعني وهادو ديال لي كور بومبي، كاين هاد الصغار، وكاين هادو هما اللي كانوا هاد، يعني هادو هما اللي دارجين هاد العام، كدير فيهم داك لاجين ديال البوب كيك. راني كما قلت لكم ديجا مشاركه معكم هادو هاد السيليكون، الورقه ديال السيليكون، فعاود ما ديروا مثلا الورقه ديال الزبده وتلوحوها، هذاك تديريه وتتعاودي. كاينين هادو الليمول اولا هاد المطيبعات ديال الحلوى، كاين المهم هادو ديال البلاستيك اللي كديروا الشوكولات، كاينين هادو ديال السيليكون حتى هما. راه عندي هاد الشكل هذا، غير عندي كبير، هاد الصغير صراحه كيجي حليلو. انا عندي كبير كندير فيها الكاب كيك، اولا كندير فيها داك الخلطه ديال الكاشر اللي كندير في برماش، كنديرو فيها كيجي زوين الصراحه، كيجي حسن ما غديري مثلا في بابي الومنيوم عتقي تقطعي، كيجي في داك المول ديال السيليكون كيجي احسن. المهم انا كنضرب لكم دويره، بما ان البنات كيبغيو بزاف بحال هاد الفيديو هادو ديال المشتريات وديال هكا المعنات والحوايج، فقلت هكا نضرب لكم دويره.
صافي. المهم راني ما خديت حتى شي حاجه، المهم خديت غير فكره وصافي. هنايا غادي نهبط لتحت، بالنسبه للناس ديال المكناس راه لتحت عندهم لا بلوبار ديال ديال الحوانت اللي كاينين تما عندهم البال، ولكن البال النقي يعني شي حاجه اللي زوينه. كيجيبوا اغلبيه كيجيبوا الحويجات ديال زارا، راكم عارفين زارا تدير لي بروموسيون، كدير اثمنه مناسبه، كاينين الحويجات فيهم لي بارفان فيهم الماكياج. المهم انا ديما فين ما كنجي المركب خصني نهبط لهاد المحلات هادو. المهم ها نتوما كما كتشوفوا كاين المحل اللي كيبيعوا جديد والمحلات اللي كيبيعوا البال. كما قلت لكم البال النقي ماشي داك البال المدرح اللي رخيص، لا البال النقي اللي تيكون فيه هكا تتكون فيه لا كاليتي زوينه وكيكون معلق زعما ماشي غير. المهم هذا المحل هذا حتى هو كنجي كناخذ من عنده هكا صبيبطات وسبرديلات. الصراحه عجبتني داك سبادير في الباج زوينه، ولكن جاتني شي شويه قاصحه تقريبا ندير وقيله 300 درهم، 320 درهم قالت لي. وكاين لو شوا كما قلت لكم، يعني كاين الحاجه رخيصه والحاجه الغاليه. المهم راني كنضرب دوار، راكم عارفين انا مضروبه على البال ضروري خاصني هكا كما قلت لكم ديجا، راه ما يمكنش غادي تشري كلشي جديد، كنشري لهم شويه هكا وشويه هكا. وهاد المحل هذا راه كاين لداخل كيبيع حتى هو الحوايج اوريجينال ديال زارا، وكيبيع هكا لي بوت، كيبيع لي زاكسيسوار، الروايح ديال زارا حتى هما غزالين. هاد الحويجات هادو داير فيهم البروموسيون دايرين 70 درهم. لي زاكسيسوار غير لي زاكسيسوار ديالهم صراحه انا ما ننصحكمش بهم، كنت خديتهم وكحالوا لي يعني كحالوا لي بالزربه، ما عجبونيش. كاينين هاد المونطويات، ومزيان الانسان يشري بحال مثلا الحوايج ديال البرد يشريهم في الصيف هكا في الاواخر ديال الصيف كيكونوا رخاص شي شويه. بالنسبه لهاد الروايح ديال زارا كنت ديتهم شحال هادي ب 90 درهم، دابا زادوا فيهم راكم عارفين مليليا وسبته وداكشي ساد، يعني زادوا في الثمن ديال السلعه. المهم انا كنضرب لكم دويره في المركب كامل، يعني راه شحال هادي كان المركب خاوي، كتلقي حانوت هنا وحانوت لهي، دابا راه تبارك الله عمر. وكاينين حوينتات هكا زعما اللي فيهم الثمن مرفق، وكاينين المحلات عاوتاني اللي كي كل واحد يعني كاين له شويه، يعني ما جبتش هاد الحانوت غادي تمشي لحانوت واحد اخر. وكما قلت لكم انا كنمشي في الصباح باش كيكون عندي الوقت الكافي، ما تيعجبنيش نمشي حتى للعشيه، يعني العشيه ما كتقدنيش. في الصباح كنخرج صافي وكنتغدى في الزنقه هكا، ولا كنمشي عند ماما ولا شي حاجه، يعني كنوض غير كنجمع وكنخرج. يعني 12 ولا الوحده كنخرج كنلقى الحوانت خاويين. هاد الحانوت هذا تا هو عنده هاد لي زارتيكل هادو ديال الاكسيون زوينين، حتى هو الاثمنه عنده مناسبه. شوفوا هاد لي زارتيكل هادو، بحال مثلا داك الترموسات مع داك الكويسات، كاين بلاطويات، يعني كاينين حويجات زوينين، خص غير الانسان يقلب. وغير من حاجه بسيطه، يعني الانسان غادي ينظم دارو وغادي ينظم كوزينته غير من ابسط الاشياء. صافي كما قلت لكم انا عاوتاني مشيت لمحل واحد اخر، وعندهم اكثر ديال الحوانت فيهم هاد الزرعه تاع غزال البنات. كاينه زرا ايتي، كاينه زرا لايت، كاينه زرا نايت، يعني كاين بزاف، كاينه زرا شوكولا، كاين بزاف، كاين زرا ديال العيالات وديال الرجال. هما زادوا فيهم الثمن 150 درهم. وجيت لهذا المحل هذا صراحه عنده داكشي خطير زوين زوين بزاف، الرقم ديالو 188. خديت هاد لا شوميز هادي كما كتعرفوا، داك الكميمات اللي تيكون واسعين هما اللي ولاو كاينه في هاد لا كولور هذا، وكاينه في هاد الباج هادي. حمقني هاد اللون هذا، راه ما عطيش التليفون زعما تصور، ما عطيش زعما حقه في اللون. وكاين هاد السريولات هادو حمقوني، غير ما لقيتش المشكله لاطي ديالي، كاين غير لي طاي صغار بزاف، قلت لها حتى تعاودي تجيبهم وزعما تتصل بيا. كاينين هاد لي صوندال، كاين بزاف زعما ديال لي زارتيكل، كاين المونطويات، كاين زعما داكشي اللي تحتاجوه في البرد. كاين مثلا الاخر ديال الصيف كما قلت لكم، راه تيبقاو يحطوا الحوايجات ديال البرد، غير هما الحوايج ديال زارا كانت دايره فايت واقيلا هاد واحد العامين، وكانت كدير لك كذا السوق. دابا زادوا في الاثمنه ديال كلشي، ولكن عجبتني. عندهم لي بونطالون، عندهم انتوما صراحه تيعجبني هاد لاكولوغ هذا بزاف، راه ما باينش في التصوير، هذا بحال بلو بيتخول. وهاد لاكولوغ هذا كاشيري حتى هو تيعجبني. راني كنشوف ما بين هذا وهذا، صراحه الكاميرا راه ما عطيهاش حقو في اللون، راه دي كاشيري وهذا زيت. مصري
هادي يقول لك لا كاينين حتى دي مونتو هانتوما توريني لا ابي كاين هذا في البيت هذا مشكلتي ما فهمتش داك الكور كاين هذا النوع هذا صعب بين بحال درجه في التصوير انت كيعجبني هذا اليوم انت كيفاش كي تبين مشكله كتبين وهنا يدخلت لهاد المحل تاهو عنده داكشي غزال هاد لي صوندال وهاد السبيبطه ديال بنيته الصغار ب 100 درهم عنده صراحه الاثمنه غزاله والتعامل عنده مزيان الرقم ديالو 178 كما كتشوفوا هاد السنيدلات وهاد وداكشي ديال الصيف صراحه فاش كيبغي يدخل البرد كيبقاو يخرجوا داكشي ديال الصيف كيديروا فيه بروموسيون كما كتعرفوا شهر 9 كيكون لي بروموسيون شهر كامل وتا شهر 10 يعني كيبقاو لي كيديو كيكون الثمن مناسب هنايا هاد الكويطمات هادو الصراحه زوينين دابا ان شاء الله الا كتب الله ونعاود نرجع ناخذهم طويل ولينو محترمين ديري 250 درهم تا هما ديال زارا وكاينين عنده هكا حويجات طويلين زعما بالنسبه للمحتجبات عنده لو شوا كاينين هاد الحويجات هادو هنايا ب 50 درهم هاد السروال اللي خديت للبنات صراحه زوين لا كاليتي ديالو زوينه انا صراحه باش كنفضل الحوايج ديال برا زعما صبني وعاودي لبسيو يما ما كيطلعو لي حتى شي حاجه اغلبيه ديال الحوايج جداد كتصبنيهم بحال جوطابل زعما دغيا كي واخا تيكونوا غاليين دغيا كيخسروا سورتو ديال كازا ديال الشمال السلعه ديال الشمال كتكون احسن داكشي انا باش كنفضل ديال البال زعما ماشي اقتصاد ولا هذا هي امم طون اقتصاد يعني انا ماشي كلشي غادي تشريه جديد ولكن واخا هكا كاينين لا كاليتي ديالهم كتكون احسن صافي هنايا كما قلت لكم غادي نضرب لكم دويره في المركب راه فيه كلشي فيه الماينات فيه الحويجات فيه كلشي واخا انا صراحه كنفضل المدينه كنمشي كنبغي زعما ولفت المدينه نمشي ونقلب وهذا ولكن مع البنات ما غاديش يجيب هذيك لا شوميز ودرت هكا دويره خديت الاسره واحد السريول دابا جيت عند واحد السيده كتبيها بيجامات غزالين صراحه هي اللي كنخدم عندها انا غادي نقلب لكم الكاميرا ونوريكم داكشي اللي عندها عندها داكشي زوين بزاف بزاف وغادي يتهلا فيكم ان شاء الله السلام عليكم كي دايره اختي لاباس عليك هانيه كلشي بخير كاين شي جديد شي كاين جديد انتما البنات عندي داكشي غزال ورا اتصلت بيا قالت لي راه عندي الجديد يلا يلا دخلتها السلعه ديال البرد انتما شوفوا هذه شحال غزاله ماما انا غادي نضرب لكم دويره ونخليكم نخليكم تهضر معكم باش نوريكم العنوان بالضبط فين كاين كاين في المركب شحال الرقم ديال 208 راه كاين لتحت حدا واحد السيده ونفس مع واحد السيده كدير تكاشط المهم انا غادي نصور لكم البانو ونوريكم المعلومات ديالها كامله وراها غادي تهلا فيكم وكدير دي بري صراحه غيزونابل وكنجي دائما كنتقدم عندها وصراحه السلعه ديالها زوينه بزاف انتما كما كتشوفوا هذا البيجامات طوال عندها هاد القشيشبات انا كما قلت لكم يلا تقدات يعني هادشي راه مازال جديد ديال هاد السيزون هذا ان شاء الله دابا الخريف والبرد يعني هادو هما البيجامات اللي غادي يصلحو هادو دو بيس فيهم دابا مازال الحراره ما كتعرفي شنو تلبسي واش تلبسي شي حاجه سخونه ولا مو برو هاد القطين هادو حمتي غير شي حاجه خفيفه وكتزيدي فوقها بينوار كتجي زوينه هادو برونه هادي عجبتني هاد الزرقاء هادي هذيك الزريقه فيها مو هذه زوينه خفيفه وداك الغوز راه هي هذوك اللي فوق وقيلا 3 بياس ياك لا كلهم 3 بياس 3 بياس عندي مازال ما طلقتهمش نطلق لك شي حاجه شوفي واخا شوف هذه كاع اللي كيجي البرد اه ما كنقدرش على شي حاجه سخونه انا ما نبرداش يمكن زوينه هادي شي نفيسه فيها البرد مسكينه خصها تسخن زعما زوينة فيها اللوينات
خلاص كاينين البينوارات هانتوما هذوك ديال البولير اللي جامد سخان ها ماما هذاك اليوم نديرونا كيسرى عيني تاكل عجبتك هذه كيسرى كل واحد كيدبر على راسه هذيك صغيره انت كبرتي شي كيقصور عليك صغيره صراحة عندي داكشي زوين والمحل ما شاء الله كبير وغزال يعني كاين لو شوا وعندك حتى الحوايج الداخلية يعني الملابس الداخلية كاين هاد لي دو بياس حتى هادي طروا بياس البنات غزال هادي الكريم مع الله لفينا لا زوينة زوين هادي وبالنسبة للأثمنة ممكن تقولون الأثمنة ولا دابا بحال مثلا هادي شحال دايره دابا هادي 5600 زوينه هادي الشامه ماشي فرنسا خلصت لها ديال كازا باين وديال الشامه هادي سمي الشامه وريتك دابا الشامه انا غزاله واحد كان واحد البركه قليله باش نولد زعما لا بصح لحقاش انسان يدي حاجه زوينه حتى ما يدي داكشي ديال كازا الصراحه كيبان 130 زوينه دابا الحرارة كنشوف فين ورات كيجيني الصاد لا زوين انا سبحان الله ما تنقلقش على شي حاجه اللي سخونه بحال مثلا بين ورات ديال المبرا كاينين يا خفيفين داخل عندي دو بياس تاع المبرا هادي تيكونوا تروا بياس تاع داخل عندي هابس تاع بياس تاع المبرا زوين هادي تروا بياس زوينه هادي هادي شحال الثمن ديالها كاين هادي خفيفه طرابو غير غاده هادي زوينه المهم البنات انا غادي نوريكم المحل فين جا المهم فاش كتهبط المركب لتحت كتمشيو نيشان كاين انفاس معها هاد السيده هادي اللي كدير التكاشط ورقم ديالها 208 ها هو البانو ديالها بوتيك اشرف هو نمرو التليفون ديالها قولي لها من طرف غزال وراه غادي تهلا فيكم حدا هاد المحل هذا ديال الحويجات وكاين من ليه المحل ديال طلانت يعني المحل راه باين البنات غادي ندي هادي صراحه فيها هاد لاكولو هادو وفيها الموف حيت صراحه شنو ندي ما عرفتش حتى هاد اللوين هادي زوين المهم هانتوما خليهم الموف ما باينش بزاف في الكاميرا ولكن صراحه زوينه انا عجبتني كتجي خفيفه هذا فاش حكم ولكن جاتك في وجهك زوينه وقيل انت الزرقاء عرفتو عيينا البنات دابا تقريبا ثلاثة المهم راني سامية التقضية صراحة كنت غادي نمشي للمدينة ولكن ما قديتش دابا غادي نمشيو نتغداو عند العشير ومن بعد غادي نطلع عند ماما فخليكم معايا إسراء عييتي إسراء الصراحة فاش كنجي للمدينة كنمشي عند العشير راه معروف راه كاين في المركب ولكن لقيناه عامرة هاد البلايص كاملين عامرون حيت البنات جاو من الجوع مشينا عند واحد المحل حداه صراحة ما نصحكمش به ما عجبنيش نهائيا لا السيرفيس لا تاكوس فيه لوغو ديال الشاورما البيتزا قاصحة ساندويتش فيه يعني داكشي ما نقولش لكم ما عجبنيش المهم دابا صافي غادي نغسلو مديداتهم وغادي ناكلو وكيما قلت لكم غادي نمشيو عند ماما حيت حيت فريمون عييت وعيو البنات غادي نمشيو باش نرتاحو عندها وغادي نمشي باش نجيب بنت البنات انا خديت راه كيصايب ليا ساندويتش واسراء بغات بيتزا وغيتا بغات تاكوس من دابا غادي نتغداو من بعد غادي نمشي عند ماما كيما قلت لي تحيدي داك الماما
دابا سالينا الغدا كنا غنمشيو عند العشاء ولا خدي القناع عامر مشينا عند داك اللي خداه الصراحه ما عجبنيش كيف زقها الصحه ولا كاكل زيت واحد كلوب واحد القريه ديال التونسنا والتاكسي باش غادي باش غادي نمشيو عند ماما نجلسو معاها شي شويه وليت باش نجيب لكم معاها ولكن اي حاجه غادي نشارك معاكم في الجنة في الحرارة دابا تقريبا شربا سيت ما كنتسنى في الطاكسي قال كي كيبغي جوج ما فهمتش علاش في الاصل جينا ثلاثه من الطاجينه بثلاثه المهم الا ما لقيناش غادي نمشي في كرون طاكسي حيت جاتني واحد النعسه وجاتني الدوخه بالشمس كان جوج الصباح زوين دابا الحمد لله حنا ركنا الطاكسي دابا غادي نمشي عند ماما تقريبا على 3:30 غادي نمشي نرتاح شي شويه حتى ورني راسي واخا الجو كان في الصباح مزيان دابا تبدل الجو غادي نمشي نرتاح شويه ونجيب بنتي والمهم ماشي غادي نمشي الدنيا الا كانت شي حاجه تستاهل شوميز هكا تلبس مع لي باكا رقيقه زوينه الصراحه كتجي زوينه وقيسها اليسار جات زوينه وهذه هي سميله هذه 900 درهم حتى هي سخيخه تلبس غير مع لي با وهكا مع شي مونطو في البرد زعما تلبس دابا بوحدها وفي البرد تلبسها مع شي مونطو وخديت لهم هاد السروال هذا حتى نجي قد ياسمينو حتى هو جينز كيتيري ب 50 درهم صراحه بغيت لهم بجوج ولكن ما بقيتش تنعاود نمشي لهم ان شاء الله السلعه ديال زهر صراحه زوينه كتكون فيها لي بروموسيون بحال مثلا هاد الشوميز هادي لقيتها ب 2800 فيها هاد اللون هذا اللي ولات لكم في المحل فيها الباش صراحه هادشي خطيره فاش لبستي جاتني زوينه غادي نلبسها غير مع النوار باش تبان لانها لي مفتوح باش تبان اكثر غادي نلبسها مع النوار حتى نلبسها ان شاء الله ونوريها لكم وشنو اخر خديت انا حتى هاد الكسيوات هادو الكسيوه هادي ديتها حتى هي سميتها حتى هي صرا تقريبا بحال مختلفين غير غادي دايرين 20 درهم الوحده خديتهم غير من البار تقريبا دايرين كيما قلت لكم بحال خصهم ماشي تسبانين بانو خديت لها هاد الكبابات هادو 10 دراهم هاد الكبابات تا هو دمعة الجين صراحة كيما كتعرفو في البرد ولا في أي مدرسة الإنسان تيبغي هكا شي حاجة لي ديال التبدال هادي خيطو نخلو وهذا ب 20 درهم هدا بيل هدا بعد البيل تزولو مع هاد الجين هدا كيجي زوين وبالنسبة للبيجامة خديت هادي صراحة كنت غادي ناخدها في الموف وقلت هاد اللون هدا معنديش حيت عندي البيجامات العنوان مفتوحين قلت هاد اللون هدا معنديش هانتوما يعني وريتها لكم في المحل صراحة غي سيرو عندها عندي داك عندها زعما الأثمنة مناسبة عندي داكشي زوين قالت لي ان شاء الله في الاخر ديال اولا في النص ديال شهر 10 غادي تمشي تتقدى وديك الساعه نعاود نرجع عندها ناخذ شي بين ولا شي حاجه هكا شي بيجامه سخونه ها انتما هادي ب 2600 باش تكون زمان عندها وي صافي هادشي اللي بديت المهم كنتمنى ان هاد لا فيديو يعجبكم وديروا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو باش تكبر القناه وكنتمنى انه يكون خفيف ظريف على قلوبكم ما تنساوش انني كنبغيكم بزاف بزاف السلام عليكم.